بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. من كتاب المعاصر بيج 76 ليسون 2 اكتيفيتي 4 بعنوان تايبس اوف فيول، أنواع الوقود. The following pictures show several forms of fuel. الصور اللي قدام دي بتوضح العديد من صور الوقود. Complete the following sentences، أكمل الجمل الآتية using the words below picture، مستخدما الكلمات اللي تحت الصور دي. You may use one word more than one time، يعني تقدر تستخدم أكتر من كلمة من الكلمة دي في وقت في أكتر من وقت يعني. Forms number one، from forms of fuel that are used in cooking food. احنا واحنا بنعمل الكوكينج فود بنستخدم ايه؟ احتمال نستخدم ناتشرال جاز، احتمال نستخدم الكول، واحتمال نستخدم الود، لكن طبعا مش هنستخدم الجازولين او الاويل. From forms of fuel that are used in generating electricity، علشان خاطر اعمل توليد للكهرباء، فإمتى هستخدم الكول زي ما احنا درسنا قبل كده، او استخدم الناتشرال جاز، او استخدم الجازولين او الاويل. Number three، from forms of fuel that are used on operating all means of transportation، كل وسائل المواصلات. احتمال استخدم الناتشرال جاز، واللي شائع طبعا دلوقتي هو الجازولين او الاويل، البنزين يعني. In the previous lesson، في الدرس اللي فات، we have learned that fuel is one of the most important resources of energy. من الدرس اللي فات اتعلمت ان الوقود ده واحد من أهم الريسورسز، موارد للحصول على الطاقة. And these resources are divided into، هنقسم الريسورسز دي بقى في الليسون بتاعنا ده لحاجتين. Renewable energy resources يعني طاقة متجددة، مصدر للطاقة متجدد. Non-renewable energy resources يعني غير متجدد. يبقى متجدد رينابل و نون رينابل. الديفينيشن بتاعه هو او الوصف بتاعه، they are natural resource that can be replaced after a short period of time of use. اقدر او بيجدد نفسه او بيحصل له replace after a short period of time of use، بعد وقت قصير او ما تستخدمه يقوم يرجع ايه، يرجع تاني بعد وقت قصير، يجدد نفسه، يحصل له renew او replaced. يبقى عندي في كلمة renew، يجدد نفسه او replaced، المهم ان هو after short period of time of use طبعا من الاستخدام. زي ايه مثلا؟ زي الووتر، زي السولار انرجي، وزي الويند انرجي، طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمية، دي كلها رينابل انرجي ريسورسز، مصادر او موارد للطاقة متجددة. طب ايه كمان نعرفه؟ رينابل انرجي ريسورسز زي ار كونتينيولي رينيو اور ريبليس، شوف استخدمها حتى باستمرار، كلمة continually يعني باستمرار يحصل لها تجديد أو إحلال. The part that has been consumed أو used so they will not run out، ما بتخلص. ليه ما بتخلص؟ لأن دايما بيحصل لها إيه؟ بيحصل لها renew، تجديد أو replace للجزء اللي انت استخدمته. عايزين نقول الجملة دي بنقول the part that has been consumed أو used،
يعني انت استخدمت جزء، يعني مثلا سي انت عندك اهوت شويه هنا استخدمته، اللي استخدمته يرجع مكانه ايه؟ يرجع مكانه تاني. تمام كده؟ يبقى دي بنقول عليها رينيوبل انرجي ريسورس، يعني مصادر للطاقه. اهم حاجه اللي احنا عايزين نعرفه منها 3 حاجات. الجزء الاول ان هي ريبليسد او رينيو افتر شورت بيريد اوف تايم. الجزء الثاني الامثله اللي هي الووتر والسولار انرجي والويند انرجي. الجزء الثالث ان هي they will not run out. تخلص. اذا فهمنا الرينوبل كويس هنقدر نفهم النون رينوبل كويس لانها عكسها تقريبا. هنقول they are natural resources، موارد natural طبيعية. تمام. والتانية برضو natural طبيعية لان احنا ملناش دخل فيها، ديت حاجة من عند ربنا، منحة من عند ربنا سبحانه وتعالى. الووتر والسولار انرجي والويند انرجي ديت حاجات من عند ربنا. برضو نفس الشيء هنا بنقول they are natural resources that are used at a rate faster than، بمعدل اسرع من ما انت بتبدلها، يعني اسرع من ما يتم احلالها. بمعنى ايه؟ بمعنى نفس الصورة برضو هنعملها هنا اهيت. لو انت عندك شوية هنا كده موجودين كويس، وجيت انت استخدمتها، استنى بقى فترة طويلة لغاية لما ترجع تاني، يبقى اسرع ما بيتم ايه احلالها او استبدالها او رينيو، يحصل لها رينيو تجديد. زي ايه مثلا؟ such as coal، ما بنلاقوش كل يوم ده. تمام. يخلص استنى بقى ايه سنين طويله بقى لغايه لما يبقى يرجع لك تاني. natural gas كذلك، والاويل، الاويل هنا مقصود بيه الزيت بتاع الاكل، الاويل هنا مقصود بيه البترول. تمام. دوت بمجرد ما يخلص استنى بقى اقعد بقى لغايه لما يجي لك تاني الاف السنين. كويس. لكن هنا بيقعد فتره قصيره ويرجع تاني. ده اول فرق. طيب يبقى هنا عرفنا ان هي at a rate faster than، used at a rate faster than يعني بمعدل، كلمه ريت يعني بمعدل، faster than اسرع من، they can be replaced من ان هو يتعوض تاني. وصدش از الامثله برضو الكول والناتشرال جاز والاويل. non renewable energy resources are those that run out بقى when consumed، اللي بتخلص بمجرد ما تستخدمها على طول، and cannot be renewed in a short period of time، مش في فتره قصيره تقدر ان انت تعوضها او ترجعها تاني. يبقى قبل ما نسيب البيج دي عرفنا الفرق ما بين الرينوبل والنون رينوبل انرجي. عرفنا ان الرينوبل انرجي دي بيحصل لها ريبليس او رينيو ان شورت بيريد اوف تايم، في فتره قصيره من الوقت. والامثله بتاعتها الووتر والسولار انرجي والويند انرجي، وان هي على طول باستمرار بيتم تجديدها في وقت قصير، وان هي they not run out، ما بتخلص. طيب النار رينابل قلنا ان هي المعدل الاستهلاك بتاعها سريع، لكن التعويض بتاعها بياخد وقت طويل. تمام كده؟ فده اللي احنا قلناه، اللي هو they are natural resources برضو that are used at a rate faster than، يعني ان انت ايه they can be replaced such as الكول والناتشرال جاز والاويل، وان هي طبعا ممكن يحصل لها run out بمجرد انت ما تتم استخدامها على طول بتخلص معاك، وان انت cannot be renewed in a short period of time. عنوان الدرس بيقول لي types of fuel، يعني ايه هي الانواع بتاعتك بقى بتاعت الوقود. اقدر اصنف الانواع بتاعت الوقود لنوعين، biofuel. كلمة bio جاية من كلمة biology، علم الكائنات الحية، واحد من فروع الساينس اسمه بيولوجي، علم الكائنات الحية. فمدام أنا بدأت الجملة بتاعتي بالبريفكس بالبادئة بايو، يبقى بايو فيول ده يبقى هو الوقود الحيوي، وقود حيوي.
فوسيل فيول الوقود الحفري. الوقود الحفري، الحفري غير البايو ايه؟ فيول. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ البايو فيول زي ما احنا قلنا it's a fuel that produced from living organisms. امسك بقى، ده جاي من الكائنات الحية. يبقى ده أول فرق. That produced from living organisms، ينتج من الكائنات الحية. That can be planted، اللي أنا أقدر إن أنا أزرعها. IED معناها مثال توضيحي زي البلانت مثلا، إيه اللي تقدر تزرعه زي البلانتس، النباتات. Biofuel renewable energy resource، يعني ايه renewable energy resource؟ يعني continually، جاي من كلمة continuous باستمرار، يعني continually باستمرار renewed as plant grow، بمجرد ما النبات ينمو. خلي بالك مش بمجرد ما النبات يتزرع، لا بمجرد ما النبات بينمو، عشان انا عاوز الكلمة دي، انا عاوزها دلوقتي. So it known as renewable fuel. يبقى لما يجي له يقول لي جيف ريزون، وانت بتقول على البايو فيول دوت رينيوبل فيول ليه؟ اقول له بيكوز اتس كونتينوالي رينيود، دايما بيتم ايه؟ تجديده باستمرار. اتس برايمري سورس، يعني المصدر الرئيسي بتاعه او بدايته فين؟ بدايته طبعا عند الصن، لان هي الصن هي اللي هتساعد البلانتس ان هي ايه؟ ان هي يحصل لها جرو. ما احنا قلنا هنعوز الكلمه دي، كلمه جرو، ما ننساش. طيب اديني امثله كده على البايو فيول. حاضر. الود، الخشب، is the oldest fuel، اقدم وقود، that still used all around the world، اللي لا يزال يتم استخدامه حول العالم، in warming and cooking food، في التدفئه وفي طهي الطعام. الوقود اصله ايه؟ اصله بلانت، والبلانت ديت جبنا منها ديت نوع الوقود دوت ايه. لما اجي اقول لك الوقود ده نوعه ايه، تقول لي ان ده بايو فيول. شاركول غير الكول، خلي بالنا، شاركول يعني فحم نباتي، فحم ايه؟ نباتي، غير الفحم الحجري خالص اللي احنا هنتكلم عنه بعدين. يبقى انا هنا ما قلتش كول، انا قلت ايه؟ شاركول. is made from woods، معمول من الود. And it's one of the most important forms of fuel، واحد من الموست امبورتنت، يعني من اعظم صور الايه؟ الوقود. يبقى دوت معمول منين؟ معمول من الود، وده اللي احنا بنستخدمه في الشواء طبعا، يعني باربيكيو او حاجه زي كده. ده اللي هو الشاركول، اللي هو الفحم النباتي، فدوت برضو بايو فيول. ده مثال على البايو فيول. Some types of plants such as grass, corn and wood chips، بعض انواع النباتات زي الجراس، الاعشاب، وزي الكورن، الذره، والwood chips اللي هي رقائق الخشب زي ما انت شايف كده، can be used to make a liquid oil، a liquid fuel، اللي اقدر انا استخدمها علشان اعمل بيها وقود سائل. يبقى احنا دي الامثله بتاعه البايو فيول. والبايو فيول ده تبعني نوع، تبع النوع اللي اسمه رينيوبل فيول. بعد كده لان النقطه الثانيه بيقول لي كونزرفيشن اوف بايو فيول، هيبتدي بقى يشرح لي المشكله. ايه المشكله؟ المشكله ببساطه ان الثلاثه دول جايين من بلانتس، نباتات، والثلاثه دول عشان احصل عليهم لازم ان انا امسك النبات دوت واقطع الشجره دي. كويس. الود جاي من تري وانت قطعتها، شاركول كذلك نفس الشيء، وكل دول الجراس والكورن والود شيبس، كل دول من نباتات انت قطعت الشجره بتاعتها. فراح جاي ابتدى يشرح لي بقى المشكله ويقول لي خلي بالك، although على الرغم من البايو فيول از رينيوبل انرجي ريسورس، يعني يخلص يجي تاني، it should be conserved، لازم نحافظ عليه. rationalized يعني نرشد من الاستهلاك بتاعه، نقلل من الاستهلاك بتاعه. طب ازاي؟ where؟ يبتدي بقى يشرح لي المشكله. using wood is a source of energy،
ان انت تستخدم الخشب ده، ده مصدر للطاقة، بس بيحتاج ايه يا حلو؟ require، يتطلب cutting down ايه trees، ان انت تقطع في الشجر. طب ويعني يا عم اقطع في الشجر، ايه المشكلة يعني؟ لا تعالى بقى، rapid cutting trees يعني سرعة تقطيع الشجر دوت known as deforestation. كلمة forest يعني ايه؟ غابة. لما اقول deforestation يعني انت كده عملت ريموف للفورستس، ازالة للغابات دي، تمام؟ انت عندك غابات فيها اشجار كتير، وانت عملت فيها الاشجار دي شلتها. causing negative effect، بيسبب negative effect on the environment، بيسبب تأثير سلبي. تأثير يعني effect، ونيجاتيف طبعا يعني سلبي، on the environment على الايه؟ على البيئة. يعني انت دلوقتي عمال تقطع في الشجر علشان تعمل الفحم بتاعك اللي اسمه الوقود بتاعك اللي اسمه بايو فيول، تمام كده؟ فبتعمل حاجة اسمها deforestation، وديفورستيشن معناها ان انت rapid cutting down، عمال تقطع في الشجر ده بسرعة، تمام؟ فهيأثر طبعا على الانفايرمنت. therefore، وبالتالي لما يأثر بقى ايه اللي هيحصل؟ the wood we use should be continuously rationalized. وبالتالي الوود اللي احنا بنستخدمه دوت كوقود لازم ان احنا باستمرار نعمل له ترشيد، so that it will not run out، عشان خاطر ما يخلص. ازاي بقى الكلام ده؟ لو احنا مثلا قلنا ان احنا عايشين في مكان، والمكان دوت فيه مثلا 10 اشخاص، والمكان دوت اللي فيه 10 اشخاص دولت فيه بالظبط 10 اشجار، تمام كده؟ 10 trees. فجيت كل واحد دلوقتي علشان خاطر ياخد كفايته من الوقود له الشجرة بتاعته، فيجي دلوقتي يروح جاي قاطع الشجرة دي، تمام؟ طيب، طب يعني ما يقطعها، ايه المشكلة؟ ما يقطعها عشان يعمل بيها الايه؟ عشان يعمل بيها الوقود بتاعه، تمام كده؟ يستخدم الخشب بتاعها علشان خاطر يطبخ وياكل، تمام التمام. طب حلو قوي، وبعدين خلاص كده هو مش هيلاقي بقى تاني، طب ما يزرع غيرها. طب وماله؟ ماشي، ما يزرع غيرها بحيث ان اللي يقطعه، تمام كده، يلاقي غيره ان هو يقدر ان هو بعد كده يقدر ان هو يستخدمه. قال لك لا، ما فيش شرط فوق. قال لك ايه بقى؟ رينيوت، بس بشرط يا حلو، as plants grow، استنى بقى لما ايه؟ لما يحصل لها grow وتنمو. طب هي إيه؟ بتاخد وقت عشان تنمو؟ تعال بقى اما نشوف بقى هتاخد وقت ولا مش هتاخد وقت. many trees grow a few centimeter each year، كل سنه، كل سنه معظم الاشجار ديت او اشجار كتيره بتنمو بس few centimeters، يعني سنتيمترات قليله بتنموها بس. يعني انا زرعت واحده النهارده، خلاص كمان سنه بقى تروح عامله لي كده، والسنه اللي بعدها تروح عامله لي كده، يبقى انا اقعد استنى سنين علشان اقطعها واقدر ان انا استخدمها. while some trees reach their full height، المعدل الطبيعي للطول بتاعها، in a period، تخيل بقى، nearly equals the human's lifetime. humans lifetime مقصود بيها فترة عمر الإنسان، اللي هي مثلا تعد أو تقدر ب من 55 سنة ل 70 سنة، يعني نقدر نقول مثلا إيه؟ نقدر نقول مثلا 60 سنة. يا نهار أبيض، يعني أنا أقعد أستنى الشجرة تنمو 60 سنة عشان تنمو؟ هو ده اللي يقصد، يحدد لك بقى، يحط إيدك على المشكلة. This means that the growth of these trees take more than one human lifetime to complete their growth. شوف بقى، علشان تكمل النمو بتاعها، وبعد ما تكمل النمو بتاعها تقدر بقى حضرتك تحصل منها على الايه؟ على الوود او الشاركول او اي واحده من دول. هي دي بقى المشكله. يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ ريشيونالايزد، لازم نعمل ترشيد في الاستهلاك. دي كانت الباي فيول النوع الاول، اللي هو جاي من الليفنج اورجانيزمز. خلي بالك جاي منين؟ من الليفنج اورجانيزمز. تعال بقى ما نتكلم على النوع الثاني، اللي هو الفوسيل فيول او الوقود الحفري.
الوقود الحفري it's a fuel that produced from all the living organisms that were burned and decomposed over a long period of time. ايه حكايته ده بقى؟ قال لي ده جاي من كائنات حية بس جاي من all the living organisms. ال all the living organisms عندي احتمالين، يكون plants يكون animals. طب وبعدين؟ were burned يعني indefinite and decomposed واتحللت over a long period of time يعني عبر وقت ايه؟ وقت طويل. يعني تقصد تقول ان الاولانيه جايه من الليفنج اورجانيزمز لكن الثانيه جايه من الريمينز بتاعتها البقايا بتاعت الكائنات الحيه اللي اتحللت دي. ايوه خلي بالك من الكلمه دي بقى. يبقى الاولانيه جايه من الليفنج اورجانيزمز انت بتزرعه لكن الثانيه جايه من حاجه ثانيه ماتت اساسا. تمام، واندفنت واتحللت في وقت طويل من الزمن. فوسل فيول بالصلاه على النبي كده هي نون رينيوبل انرجي، يعني محدش يفرح بيها. نون رينيوبل انرجي ريسورس يعني مصدر غير متجدد. بيكوز وانس ات كونسيومد، بمجرد ما تبدا انت تستخدمها ات رانز اوت، تبتدي تخلص فاستر ذان ات كان بي رينيوبل، يعني اسرع من ان انت تعوضها تاني او ان انت او ان هي تتجدد مره تانية. اساسي طبعا البرايمري سورس بتاعتها هي الصن برضو. اكزامبلز، اديني مثال. حاضر، الاويل والناتشرال جاز. زي ما احنا قلنا الاويل والناتشرال جاز ار فورمد وين ذا ريمينز. امسك بقى فيها ايه الاويل والناتشرال جاز بتيجي منين؟ لما البقايا بتاعت المارين اورجانيزمز، مارين اورجانيزمز اللي هي الكائنات البحريه. حتى هو موضحها لك قال لك سي انيمالز، وعشان انا اقربها لك اكتر افتكر مارينا. مارين انيمالز، مارين اورجانيزمز اللي هي بقايا الكائنات الحيه وير ديكومبوست. كل الحكايه ان انا كان عندي في قلب المحيط في قلب الاوشن في كائنات حيه عايشه وفي امان وفي سلام. فماتت الكائنات الحيه دي فنزلت في القاع بتاع المحيط دوت واتحللت. وبعد ما اتحللت الكلام ده تاخد لها الاف او ملايين السنين. بعد ما اتحللت ايه اللي حصل؟ جاء مكانها الاويل والناتشرال جاز في ظروف معينه هنتكلم عنها دلوقتي. يبقى افتكر دايما ان ديت من الرمين من البقايا بتاعه الايه الكائنات الحيه اللي هو الفوسل فيول. نمبر 2 الكور، الفحم is formed when the remain برضو مش من الود بقى، ده اسمه كول مش شاركو. الكول ده من الرمين اوف بلانتس، من بقايا النباتات وير ديكومبوزد برضو اللي اتحللت. يعني في شرط هنا اللي هو ديكومبوزد انها تتحلل. طيب يبقى الثلاث انواع بتوعنا اللي هم الاويل والناتشرال جاز والكول دول اللي احنا بنستخدمهم واكتر حاجات احنا بنستخدمها في حياتنا اصلا لغايه دلوقتي. فدول نون رينيوبل، غير متجدده وجايه من الرمين وبتتنح في الارض لغايه لما تطلع. فبتاخد طبعا لونج بيريود اوف تايم، تاخد وقت طويل جدا. فعشان كده اللي انت هتستخدمه مش هتلاقيه بعد شويه. فورميشن اوف اوف كول، ايه بقى التكوين بيتم ازاي؟ فقال لي 300 مليون ييرز اجو، يعني 300 مليون سنه. لارج ايرز، منطقه كبيره قوي. اوف ذا ايرث وير كفرد ويز سوامبس، اتغطت بالسوامبس. يعني نقدر نقول مثلا اللي هو ايه الارض المسبخه، او نقدر نقول مثلا علشان خاطر ان احنا نقربها شويه اللي هو زي مستنقع كده، اتغطت بالمستنقعات. With a lot of plants growing nearby، وكان جنب المستنقع دوت في اشجار كتيره قوي بتنمو جنبه، جنب المستنقع ده. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ يعني لو قلنا ده المستنقع ودي النباتات، وبعدين ايه اللي حصل؟ When those plants died، لما ماتت زي ما احنا شايفين كده في الصوره الاولانيه. When those plants died there remain، البقايا بتاعتها، معنى في جزء اتحلل وفي جزء اتبقى. There remains، البقايا برضو بيستخدم كلمة remains.
were decomposed, اتحللت and covered by hundred meters of mud and rocks. واتغطت بملايين الأمطار بمئات الأمطار من الطين والروكس والأشجار زي ما احنا شايفين كده. ديت اتحللت وراحت متغطية بقى الطبقات ديت بقى سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة، اتغطت بالإيه؟ بالمض بالطين وبالروكس، اندفنت. حلو أهو. شوف بقى الشرط التاني. Due to the effect of extreme heat and pressure. آه ده الشرط بقى. يعني لازم يبقى انت عندك اكستريم هيت واكستريم بريشر، يعني يكون عندك يعني اكستريم دي صفه من اعلى الدرجات في الصفات. يعني انت عندك لما تيجي تقول مثلا ايه، بتيجي تقول مثلا جود فيري جود اكسلنت، تمام كده، او بتيجي تقول مثلا ايه هوت، الجو مثلا هوت فيري هوت، تمام، عايز تقول فيري فيري هوت ولا اكستريم هوت، دي بقى خلاص دي اخر حاجه بقى خلاص كده. فانت لازم يكون عندك في اكستريم هيت واكستريم بريشر في قلب المكان دوت، يعني يكون في عندك ضغط جامد جدا خلاص، يكون عندك حراره جامده جدا. في وجود الشرطين دول يقوم يحصل ايه بقى للريمينز دي؟ تيرن انتو ايه؟ كول، وتتحول ساعتها للفحم. تمام. يبقى ايه اللي حصل لها؟ كان عندي بلانت وبعدين حصل لها بورد وبعدين الريمينز بتاعتها حصل لها ديكومبوزيشن، يعني تفكيك او تحلل، تمام كده. وبعد ما حصل لها ديكومبوزيشن او انالايزد برضه يعني تحليل، ايه اللي حصل لها بعد كده؟ حصل لها بعد كده ان هي اتعرضت بعد كده لهيت عاليه جدا وبريشر عالي جدا، هوب راح طالع لي الايه؟ الكول جه من الايه؟ جه من الخشب برضه او جه من النباتات دي بقى. طيب هيبتدي برضو يقول لي المشكلة conservation of fuel fossil fuel non renewable fossil fuel، يعني دوت برضو غير متجدد، should be conserved، لازم نحافظ عليه، and alternative resources should be found as، يعني لازم اشوف له البديل بتاعه بقى دلوقتي، ابدا ادور على البديل بتاعه، لان ده لو خلص خلاص شكرا، احنا يعني بنعتمد عليه اساسا في كل حاجه، يا اما تشوف له البديل يا اما تحافظ عليه بقى. هو ده اللي هو عايز يقول لك عليه. فوسل فيول اللي هو الكول والاويل والناتشرال جاز، البترول والناتشرال جاز، الغاز الطبيعي والفحم، يا عيني بياخد له تيك مليون اوف ييرز تو بي فورمد، يعني بياخد له ملايين السنين علشان خاطر ان هو يتكون. As they are consumed faster than they are formed. هتزلني بيها انت بقى مين؟ قول لي يعني consumed faster than، يعني بيستهلك اسرع من ايه؟ اسرع من تكوينه. معدل الاستهلاك بتاعنا فيه بيستهلك اسرع من ايه؟ من تكوينه، من ان هو ايه يرجع لك تاني. زي مثلا ما بابا يديك مثلا مصروف او ماما تديك مثلا مصروف الاسبوع، تمام كده، وانت تخلصه في ساعه زمان، في ساعه بس، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ استنى بقى اسبوع بقى لغايه لما ربنا يسهل. Once they are used، بمجرد ما يستخدموا، they start to run out، يبدأ في الايه؟ في النفاذ. فليه بقى ان شاء الله؟ فبقول له والله انت صنفته كده ليه؟ اقول له والله because they can't easily be renewed، مش بسهوله قوي ان انا اقدر ان انا يحصل له تجديد مره ثانيه. بعد كده هيديني comparison مقارنه ما بين البايو فيول وما بين الفوسل فيول. البايو فيول الديفينيشن بتاعه التعريف، it's a type of fuel، نوع من انواع الوقود، that's formed from living organisms that can be planted، بيجي من الكائنات الحيه اللي انا اقدر ازرعها، يبقى ننزل كلمه living organisms هنا. وبعدين fossil fuel it's a type of fuel برضه that is formed from the remains of living organisms، من بقايا الكائنات الحية، where it takes، بياخد قد ايه to be formed under a certain condition، يعني تحت ظروف خاصة او ظروف معينة طبعا، اللي هي الاكستريم هاي والاكستريم هيت والاكستريم بريشر اللي هو الضغط العالي ودرجة الحرارة العالية.
بياخد بقى دي it takes million of years، بياخد له ملايين السنين علشان خاطر ان هو يتكون. البرايمري سورس يعني المصدر الرئيسي بتاعه او البدايه بتكون عند مين؟ البدايه طبعا بتكون عند الصن في اي حاجه، يبقى هنا هكتب the sun او هنزل the sun. renewable or non-renewable، يعني متجدد ولا غير متجدد. البايو فيول ده طبعا رينيبل، اقدر ازرع واجيبه تاني، لكن الفوسل فيول ده طبعا نون رينيبل، اللي هي الكلمه دي نون، الجزء ده كده نون رينيبل. ننزلها بقى، اديني بقى امثله. الوود، وعندي الكورن، وعندي كمان الجراس. يبقى هنا الكورن اللي هو الذره، والجراس الجراس اللي هو العشب. اما في الفوسل فيول فطبعا عندي الناتشورال جاز، وعندي الكول، وعندي طبعا اللي هو الايه البترول الاويل. بعد كده activity 6 oil and water. واضح جدا ان احنا هنقارن ما بين الاويل وما بين الووتر. طب الووتر احنا كنا قلنا عليها ان هي رينابل، يعني مصدر متجدد، لكن الاويل طبعا نون رينابل. oil and water هما considered from resources that are used by human to generate energy، علشان يقدر يولد الايه الطاقه. فانا محتاج الحاجتين دول. Oil has structure differ from that water، يعني الاويل له تركيب تمام كده يختلف عن الايه عن الميه. Oil is a non-renewable energy resources while water is a renewable energy resources. وده سؤال بيجي complete. Oil is not، روح انت كاتب non-renewable energy resource، while water is not، تروح انت كاتب renewable energy resources. مش كده؟ زي ما اتكلمنا على الفورميشن بتاع الكول، هنتكلم على الفورميشن بتاع الاويل، ازاي الاويل بيتكون، وطبعا هو non renewable، وطبعا هو من الامثله للفوسيل فيول. طب ازاي؟ oil is extracted from the underground. كلمة extracted from يعني يتم استخلاصه من تحت الأرض underground. As a result of decomposition، كنتيجة لتحلل of marine organisms للكائنات الحية البحرية. طب ازاي؟ قال لي when those marine organisms died، لما المارين organisms دي تموت بقى المرة دي، مش الشجر بقى ولا البلانت هي اللي هتموت، ده المارين اورجانيزمز بقى. هنا بنتكلم على الاويل مش بنتكلم على الكول. The remain برضو settle on the ocean floor، اللي احنا عايزين نقول يعني ايه ترسخ او تهبط، يعني تترسخ، يعني تنزل كده وتثبت كده فين؟ في الاوشن فلور، في قاع المحيط تحت خالص. وبعدين لما المارين دي تموت وتهبط كده over million of years، ملايين السنين، layer of sediments، طبقات من الرسوبيات، and rocks. نوضح السيديمنتس دي بسرعة كده، ناخدها على جنب كده ونوضحها. بيبقى احنا مثلا عندنا المجرى مثلا بتاع نهر النيل مثلا، نهر النيل، وهو ماشي كده بيبقى في عندنا احنا مثلا sedimentary rock اللي هي الصخور الرسوبية، فبيخبط فيها الميه ديت، فبتيجي فتافيت بقى هنا بتاعتها، الفتات بتاعها دوت بيحصل له حاجه من اتنين، التقيل منه بينزل لتحت للقاع، والخفيف منه بيترسب او بيجي على الضفاف كده، على ضفاف الايه، على ضفاف النهر دوت كده. اللي بيترسب دوت بقى بيروح مغطي لك مين؟ بيغطي لك المارين اورجانيزمز ديت اللي هي الكائنات الحيه اللي اندفنت دي. هي دي بقى التفسير بتاع layer of sediments، يعني طبقات من الايه من الرسوبيات، and rocks والصخور كمان بتروح مغطيه لك cover the remain of those marine organisms. اتغطت تمام زي الفل.
فين بقى الشرط اللي باقي؟ ايوه، ايه الشرط اللي معايا؟ This results in extreme heat and pressure. هفضل افكرك بيهم، extreme heat and pressure لازم يحصلوا over time، بمرور الوقت. As a result of extreme heat and pressure، عمال ياكد لك عليهم برضو، those remain convert into oil. يعني ببساطه الاويل جاء من البقايا بتاعه المارين ليفنج اورجانيزمز، مارين ليفنج اورجانيزمز. لكن الكول جاء من الريمين بتاعه البلانتس، النباتات، بقايا النبات، والاثنين دولت امثله على الفصل فيول ونون رينبل، ما بيتجددوش. يبتدي برضو يشرح لي المشكله ويقول لي conservation of oil، بقى حافظ بقى على الوقود. Oil is consumed at a rate greater and faster than the production of new oil. استهلاكه بمعدل سريع جدا عن ما بيتم تكوينه أو يتم إنتاج بترول جديد. So it should be rationalized، لازم إن إحنا نوفر أو نرشط في الاستهلاك بتاعه in order to لكي avoid running out، علشان خاطر نتجنب، avoid يعني يتجنب، running out يعني نفاذه، through many ways such as. انصحنا بقى يا عم الحاج، قول لنا نحافظ عليه ازاي. Number one، reducing، التقليل. reducing is the use of private vehicles، قلل من استهلاكك او قلل من استخدامك للبرايفت فيكلز، للمركبات الخاصة. طب واعمل ايه يعني لو انا مش هركب يعني؟ حاجه قال لي using of public means of transportation، يعني استخدم وسائل المواصلات الايه؟ العامه، وسائل المواصلات العامه، اركب اتوبيسات وسيب العربيه بتاعتك. تمام؟ احنا مثلا ما شاء الله 100 مليون، لو كل واحد عنده عربيه يبقى احنا عندنا 100 مليون عربيه. 100 مليون عربيه يعني 100 مليون تانك. ال 100 مليون تانك عايزين يتعبوا، يبقى احنا كده هنخلص على البترول في 10 سنين. خلاص كده. طيب، يبقى اول حاجه خالص reducing the use of private vehicle، استخدم، قلل استخدامك لها، مش عمال تتفسح في العربيه ليل نهار. كويس، واستخدم المواصلات الايه؟ اتوبيس الشعب. using a public means of transportation. بعد كده conservation of water، يعني قلل بقى من الايه؟ قلل من الميه، او رشد من استهلاكك للميه. طب ازاي؟ people should use water carefully، الناس لازم انها تستخدم الميه بحرص. and rationalized its using through many ways such as، وتقلل من الاستخدام بتاعها بكثير من الطرق. زي ايه مثلا؟ بيديني نصيحه avoid wasting or polluting water، تجنب القمام او ان انت تلوث الميه. طب ليه بقى؟ قال لي because we may not be able to replace it as quickly as we need، لاننا ممكن ان احنا ما نبقاش قادرين على ان احنا نحل محلها او نعوضها مره تانية بنفس المعدل اللي احنا محتاجين. نمبر 2، growing plants، يعني ازرع النباتات، that don't need large amount of water، اللي ما بتحتاجش كمية كبيرة أو كميات كبيرة من المية for irrigation. growing يعني ازرع plants that don't need large amounts، amounts يعني كمية، ما بتحتاجش، don't need ما بتحتاجش كميات كبيرة of water for irrigation، للري بتاعها، تكون ما بتحتاجش كمية مية كتيرة للري بتاعها، زي مثلا زراعة مثلا الرز. الرز طبعا بيحتاج مية، ايه بيحتاج مية كتير، فطبعا قلل من استهلاكه.
بعد كده check your understanding. Over time, the remain of marine organisms are converted into الريمين بتاعت مين بقى المرة دي؟ المارين. هتتحول لإيه؟ هتتحول لإيه؟ الله لأويل. As a result of extreme heat and pressure. أكدنا عليها كتير قوي الحتة دي. طب وبعدين؟ Oil is what energy resource؟ عندي non-renewable energy resource. non عشان وقت الفيديو بس. non-renewable energy resource. While water أكدت لك إن الجزء ده بيجي. While water what الووتر طبعا renewable energy resource عشان وقت بس الفيديو renewable energy resource. بعد كده number 3 using of what and reducing the use of what. مش كل ده لسه ما وضحتش السؤال يعني كل ده لسه ما وضحش. انا كل اللي فهمته منه using يستخدم واقلل. طب ليه بقى؟ are from ways that conserve oil. عشان احافظ على الاويل. يبقى انا استخدم ايه؟ using of private, using of public transportation يعني وسائل المواصلات العامة and reducing the use of private private car العربيات الخاصة او الملكي. بعد كده number 4 oil is extract from يعني الاويل ده بيتم استخلاصه منين؟ من الاندرجراوند من تحت باطن الارض من underground. As a result of decomposition لتحلل الايه بقى؟ يعني هو بيقول لي الاويل ده بيتم استخلاصه من تحت الارض. As a result of decomposition تحلل مين؟ المارين اورجانيزمز اللي هي الكلمه اللي هنا دي مارين اورجانيزمز اللي هي الكائنات الايه؟ الكائنات البحريه. ده كان ليسون 2. اتمنى ان هو يكون كان واضح والجزء اللي محتاج توضيح ممكن ترجع الفيديو كده وتسمعه بالراحه. واعتقد ان احنا كده ترجمنا كل الكلمات وان شاء الله الدنيا تكون واضحه. شكرا.